إذا سيري للأسف ما جاوبتش إجابة صحيحة، معليش نروحوا للاتصال الثاني. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا اليوم؟ جوري أسير. جوري، الله يبارك. جوري من أي ولاية؟ من سكيكدا. من سكيكدا. جوري شحال عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات. إذا جوري راكي تصومي ولا مازال؟ تصومي نص النهار؟ لا لا، ما كيش تصومي. خلينا نشوفوا الأسئلة تاعنا مع بعض. جوري أكي مستعدة ندوروا العجلة؟ نعم. خلينا ندوروها مع بعض. إذن السؤال تاعنا طاح في مجال الشخصيات. جوري تعرفي شوية شخصيات تاريخية أو؟ نعم خلينا شوية. معليش خلينا نشوفوا السؤال تاعنا في مجال الشخصيات. إذا السؤال يقول جوري، من القائل ألا يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ عندك 3 اقتراحات جوري، تختاري منهم. إذا الاقتراح الأول أبو العتاهية، الاقتراح الثاني امرؤ القيس، والاقتراح الأخير والثالث المتنبي. نعود لك الاقتراحات جوري. الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة المتنبي. متأكدة جوري؟ نعم. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة مع بعض. الجواب تاعك غلط جوري مع الأسف. الإجابة الصحيحة هي الاقتراح الأول أبو العتاهية. معليش جوري، فرصة أخرى ومرة الجاية إن شاء الله. جوري إذا حابة تقولي كلمة أو تحية لنا البرنامج. أشكركم على تاعكم. حنا تانيك نشكرك جوري. صحة صحة صحة. إلى اللقاء.